احمد عدويه، اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. كان بيضايقك لما كان في وقت من الاوقات اللي عاوز يشتم مصر فيقول عليها بلد احمد عدويه، يعني بلد الاسفاف وافساد الذوق العام. كان البعض بيبص لاغانيك هذه النظره، الى حد انه كانت اغانيك ممنوعه مثلا في الاذاعه والتلفزيون. ده كان بيضايقك يا استاذ احمد؟ بالعكس، ده اللي نجحني اكتر. يعني ده نجحني اكتر. ده اللي نجحك؟ خالف تعرف. امال ايه يا استاذ؟ قالوا ايه الاسفاف ده اللي بيغني احمد عدويه والكلام ده؟ انا بقول كلام من الشعب، من عمتنا. انا مثلا بقول حبيبي يا عسل يا ابو دم عسل، واللي من شاف جمالك يضرب بيك المثل، يا عسل. كلمة واحدة؟ لا، جميل وشعبية وعاطفية وعاطفية وسلطنجية. سلطنجية يعني تسلطن يعني. ما بلاش اللون ده معانا، راح تتعب اويانا، ولا احنا عشان بنحبك في اسباب دي يشتري ولا كملها لنا، كملها. ما بلاش اللون ده معانا، معانا بلاش ده معانا، هنسيبك كده على كيفك، بطلنا خلاص نلاقيك، وفي يوم لو زرنا طيفك هنقول له الله يخليك، عصليم مننا فينا توعدنا ولا بتجينا، وتعدي ولا بتسلم، بكره اللي اداك يدينا، ولا احنا عشان بنحبك تشتري وتباع في هوانا، ما بلاش اللون ده معانا، معانا بلاش ده معانا. الله يا استاذ احمد، والله احنا عايزينك تغني لنا. يعني الحلقه مش عاوزه اسئله ومش عاوزه مناقشه. والساحه ده حنبوه، الساحه يعني وحش، الدحى حلو، حنبوه ميه. الساحه ده حنبوه. الساحه ده حنبوه، الساحه يعني كلمه صعيدي، وحش وحش، الدحى حلو، حنبوه. مفيش ولا طفل ما حنبوه. غناها عبد الحليم حافظ. غناها معايا. غناها معاك في الهيلتون. فعبد الحليم كان معجب بيها، الله يرحمه. عدوية يا استاذ، قال لي الساحة ده حمود بتغني انا وهو، وانا غنيته خسارة خسارة في نفس الفرح. والله غنيته خسارة، وسارة خسارة فراقك يا جارة، بتريت عدوية عينيا بتبكي عليكي بمرارة، عينيا بتبكي عليكي بمرارة، خسارة يا حلوة خسارة فراقك يا جارة، لا 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 تي لا 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 لا. سامعني ده يا لا 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 حبايبي فاتون، ايه لا 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 لهمي وقسايا وحيرة عيوني. سامعني ده حبايبي سابون، ايه لا 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 لهم وسايا وحيرة عيوني، ما بين سودي طار يا لا لا، ما بين دمعي طار، عينيا بتبكي عليا برارة، عينيا بتبكي عليك بمرارة، خسارة يا حلوة خسارة فراقك يا جارة. جميلة يا أستاذ أحمد. وهو غنى الساح ده حنبوبة إزاي؟ فاكر؟ غناه بأسلوبه هو ولا بأسلوبك؟ لا، غناه بأسلوبه هو طبعا. عمي يا صيص، أولته ليه؟ أولها عمي يا صاحب الجمال ارحمني، ده أنا ليلي طال، حليم شوف لي جمال على قد الحال، شوف لي جمال على قد الحال، يعوض صبر اللي طال عم يا صاحب الجمال. الجمال الصح ده حنبوه، يهدي الواد لابوه، يا عين الواد بيعيط، صعبان عليا الواد، شيل الواد من الارض، الواد على الشارع تروح. عم يا صاحب الجمال ارحمني، انا ليلي طال، شوف لي جمال على قد الحال، طب يعوض صبر اللي طالع يا صاحبي الجمال. الجمال الله. استاذ احمد، عبد الحليم حافظ واضح ان علاقتك بيه انت بتحبه وهو بيحبك. حبيبي بتوحش، مين ما يحبش عبد الحليم؟
مين يا أستاذ ما يحبش يا معلم؟ أسكن عبد الوهاب نفسه الله يرحمه قابلني، أنا عبد الحليم عارفين، كان عامل غنوة وردة جزائرية آخر أغنية ليها نحن لما ملامة يا هوا لما ملامة. فحسن أنور الله يرحمه واقف مع عبد الحليم والسيد معايا، عبد الوهاب واقف قال له على أحمد علي نور، قال له هات الواد ده هداني يا استنى خير يا باشا، قال لي قول يا دي احمد مين اللي عمل الاعلان بتاع سلام عشان خضر العطار ترم تترم تترم معروف تمام وزباينه كتار والجار يقول للجار اسعار ارخص اسعار اسعار، قال لي ايه الحلاوه دي، قال لي مين عمل اللحن ده، قلت له زميل ليا وبيعزف معايا اكورديون وشاطر جدا، قال لي هاتهولي، عاجبه الاعلان قوي عبد الوهاب جدا، يعني تخيلوا ده اعلان. طبعا عايز بس اذكر المشاهدين لانهم الجيل الحالي ما عاش، يعني هذا الاعلان كان من الاعلانات من حلاوته يا استاذ، الاعلانات الجميله يعني عملته غنوه من حلاوه الاعلان ده، عملته غنوه بتقول ايه سلام عشان احلى العرسان منورين والنور هبان والفرحة في كل مكان، أفرحهم أحلى أفرح أفرحهم أحلى أفرح، خد كملت خد أنا كمل إيه يعني حولت الإعلان لأغنية لما شفت الأستاذ محمد عبد الوهاب معجب بالإعلان، كان الله يرحمه وخلاص. قال لي إيه ده عبد الحليم حافظ لما مات بكيت؟ بكيت أول ساعة أنا دفنه بإيدي، دفنه بإيدك؟ عادي نعمل إيه؟ أنا دفنه بإيدي. والله يرحمه عشان ينفع طبعًا. ما تفكرناش بقى بمواجع. الله يخليك. بيألمك المشهد ده؟ طبعًا طبعًا. ما أنا عامل غير ما تقول إيه؟ دقيت على الأبواب قالوا كفاية. ده مفيش حد. وناديت يا عيني على الأحباب قالوا كفاية. ده مين حيرد؟ القمر مسافر. والصار مسافر والفرحة مسافرة حتى الحزن مسافر، كل الناس مسافرة وهي قريبة مني، كل الناس في غربة ومين هيسأل عني، كل الناس مسافرة وهي قريبة مني، وكل الناس في غربة وانا مين هيسأل عني، ده احنا قريبين وانتوا قريبين ولكن من سنين سنين كلنا مسافرين، كلنا مسافرين، كلنا مسافرين، كلنا مسافرين. كلماته بليغ حمدي وملحانه، كلمات بليغ حمدي عملها انا عارف فين؟ في نيويورك. طيب ما حصلتش منافسه بينك وبين رامي عياش فيها دايما؟ يعني صوت احمد عدويه فيها طاغي وصوت واضح التباين والاختلاف الشديد، ما حصلتش منافسة ونوع من الغيرة بينك وبين رامي عياش؟ لا 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 منه على الأقل يعني. لا سكرة راجل سكرة جدا جدا. ولا مشكلة في الاسم على الأغنية؟ لا مش مشكلة حاجة، مشكلة ايه؟ أصل أحمد زي أحمد عدوية. بس إزاي تقبل إنه اسمك ما يكونش الاسم الأول يعني؟ معلش اصل يا استاذ كريم يا جميل انت الاول او الثاني، انا احمد عدويه الحمد لله، وبعدين مش بالاسم الاول والثاني لا الحمد لله يعني. بس انا لو من رامي عياش يعني اقول انه ما ينفعش اسمي يجي فوق اسم احمد عدويه، يعني انا شايفه هو تواضع شديد منك، الله يخليك، لكن في نفس الوقت تنازل عن قيمتك شويه يعني. الناس بتهتم بده؟ انا مش دعوه بالناس، الناس تضيق في ده، الناس دي خليها الله، مش بين فوق وتحت، لما انا بجن حبه فوق وحبه تحت امال ايه، ففي شويه فوق وشويه تحت واللي بيطلع فوق شويه هينزل تحت بعد شويه، عايز هو مش كده، واللي تحت ممكن يطلع فوق، امال ايه كلنا مسافرين يا زلمه جميل
والله جميلة وكلنا مسافرين، لو الناس تتعظ منها أو تفهمها. أمال يا أستاذ، ما ينفعش أنت الأب الروحي للأغنية الشعبية، فلازم أسألك عن كل المطربين الشعبيين. يعني أنت شايف دلوقتي في سعد الصغير، شعبان عبد الرحيم، قبلهم في حكيم، في ناس كانت معاك وبطلت، يعني كان في كتكوت الأمير، وفي بعد كده حسن الأسمر. تقييمك لكل دول ايه يا استاذ احمد؟ شايفهم ازاي؟ لا في ناس يعني فنانين ربنا يوفقهم يا رب، خويني اتجوزوا كتير. اتجوزوا كتير؟ صدقني يا استاذ، فالحاجات دي بتشغلهم. عن شغلهم طبعا. يعني انت مش مع انه الفنان، لان في بعض الفنانين بيتجوزوا كل يوم خميس مثلا. انا بقى حاجه زي كده. انت اتجوزت وجربت حظك وخلفت، رضا احمد الله. حب بس ما تتجوزش. ازاي؟ الحب حلو، الحب مش وحش. بس حافظ على بيتك يعني وما تتجوزش. حافظ على بيتك وعلى اولادك. طب هو هيحب على زوجته يا استاذ احمد؟ نعم هيحب على زوجته. والله كل واحد حر بقى. بس انت بتنصحه انه بدل ما تتجوز كتير حب. ايوه وانا عايز كده يعني. وما تهدش بيتك يعني. لا ابو الليف سمعت عنه؟ لا ما سمعتش عن ابو الليف. كنت بالي منه والله. ولا شفته اللي هو بتاع كينج كونج. والله ما اعرفه صدقني يعني. انت اخ فاضل. لا انا اقول له اسمعه مش عارفك. ما ينفعش ما اسالكش عن الـ 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 الحادثة المؤلمة اللي انت تعرضت لها، اللي ما بتحبش احيانا تتكلم فيها، بس عشان يبقى فيه شفافية مع المشاهدين. يعني الحادث المأساوي للأستاذ احمد عدوية اللي ادى الى تعبك بشدة. والله مش حادث ولا حاجة يا استاذ. واحد حقد عليا وحط لي سنين في الشرب، كنت انا بشرب وسكي زمان يعني، فحط لي حبوب كده مخدرة. هو حط لك حبوب ولا كوكايين وهيروين خلاص؟ ما اعرفش. وكتير كده في الوسكي. ده واحد هو امير خليجي يعني. لا كويتي. ومات كويتي. مات طلال. اسمه طلال ناصر الصباح. طلال ناصر الصباح. بس حقد عليك ليه؟ ما اعرفش. بقول لك في بنات كانت معاه وانا بغني وجم برقصوا قدامي وقعدوا على حجري يهزروا وغنوا معايا. انا مالي؟ فاتغاظ بقى. انا ازاي انا راجل امير وبعمل اسوي وما يعبرنيش يقعدوا يهزروا مع احمد غيره بقى. هي ادي عمليه. بس هي القصه كده يعني. اول نعمل يعني هو لانه البنات والستات كانوا بيحبوا احمد عدويه. كده. فهو ازاي وانا ازاي امير وعندي وسيبوني روح يتهزروا معاه يغنوا معاه؟ طب يا ابن الناس انا حظي كده، انت متضايق ليه؟ طبعا هو سجن في مصر بعد كده في قضايا متعلقه بتهريب المخدرات والتعاطي. الراجل مهووس. مهووس. مهووس وعرة. راح لحاله بقى الله يسامحه. بس انهلنا بقى براحوا الحبايب، لانك انت كلمتنا عن الحبايب. فعايزك تنهلنا بيها. راحوا الحبايب بقالهم عام والتاني، ربطينا على البعد ولا راجعين تاني. راحوا الحبايب ليه يا حبايب حلي زادي ومررتو تلا لا 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 رش الدواء صعب على علا ومررتو ليه يا حبايب حلي زادي ومررتو راحوا الحبايب يا بنت السلطان حن على الغلبان الميه في ايديك يا حلوه عدويه عطشان سعيده يا حلوه سعيده يا اللي بلادك بعيده ومروه انا جيلك ماشي
لما المصر الجديده على كوبري يا عباس ماشيه وماشيه الناس ماشيه تبص عليك يا حلو يا فروت واناناس. اديني اديني اكتر، الميه في ايدك سكر، اديني اديني اكتر، منورنا يا حلوين يا سكر.